السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. جبلة بن الأيهم ملك من ملوك الغساسنة العرب، أسلم في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وحج في سنة من السنوات، وبينما هو يطوف كان بجواره رجل من بني فزارة يطوف مع الطائفين، فكأن رجل الفزاري وطئت إزار جبلة بن الأيهم فانحل الإزار وكاد يسقط. رفع الإزار ثم لطم الفزاري على أنفه فكسره، ويقال بأنه فقأ عينه، يعني ضربه بقس على خشمه. فذهب الفزاري إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا أمير المؤمنين، انظر ماذا فعل بي جبلة. استدعاه عمر، فلما حضر قال: ضربت أخاك؟ قال: وطئ إزاري. قال: إذن إما أن ترضيه وإما القصاص. قال: تقتص لهذا السوقي العامي الوضيع مني أنا جبلة؟ قال: نعم، لقد ساوى الإسلام بينك وبينه، وما تفضله إلا بالتقوى. قال: لا أقبل أن يقتص له مني. قال: أجل. قال: أترك الإسلام وأعود إلى النصرانية. قال عمر: إذا نضرب عنقك، حد الردة. قال: إذا فأمهلني إلى المساء. قال عمر: أمهلتك. وفي المساء أخذ الرجل حاشيته وركب فرسه وانطلق هاربا في المساء تحت جنح الظلام إلى بلاد الشام، ومنها التحق ببلاد الروم ونزل عند هرقل. فرح به هرقل، أنتم تعرفون هؤلاء يفرحون بمثل هذه النماذج. فرح به هرقل وأكرمه ونعمه وأعطاه من الخدم والحشم والدنيا. وفي يوم من الأيام أرسل عمر رسالة إلى هرقل في أمر من أمور الدنيا. ولما وصل رسول عمر إلى هرقل، وهو جثامة الكناني الزهراني، لما وصل إلى هرقل وأعطاه كتاب عمر، قال له هرقل: هل التقيت بصاحبك العربي جبلة بن الأيهم؟ قال: لا. قال: اذهب إليه والقه. فذهب جثامة إلى جبلة، فإذا هو في هذا النعيم الدنيوي البسيط الفاني مع الحشم والخدم والقصور والطعام والشراب والمراكب والدنيا، لكنها أشبه باللعب التي يلهو بها الأطفال. قال له جثامة: يا جبلة، أما آن الأوان أن تعود إلى وطنك وأن تعود إلى دينك وأن تترك ما أنت فيه؟ قال: بعد أن تنصرت وتركت الإسلام؟ قال: بعد ذلك، فإن الأشعث بن قيس ترك الإسلام وعاد إلى النصرانية، ثم عاد إلى الإسلام من جديد وحسن إسلامه، وقد كان يوما يقاتلنا بالسيوف لكنه عاد وحسن إسلامه، وزوجه الصديق رضي الله عنه وأرضاه بأخته. أطرق الرجل رأسه وتأمل كثيرا، ثم قال أبيات يقطر منها الأسى. اسمعوا الأبيات، يقول: تنصرت الأشراف من عار لطمة، وما كان فيها لو صبرت لها ضرر، تكنفني فيها اللجاج ونخوة، وبعت بها العين الصحيحة بالعور، فيا ليت أمي لم تلدني، وليتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر، ويا ليتني أرعى المخاض بقفرة، وكنت أسيرا في ربيعة أو مضر، ويا ليت لي بالشام أدنى معيشة، أجالس قومي ذاهب السمع والبصر، أدين بما دانوا به من شريعة، وقد يصبر العود الكبير على الدبر. ثم ألخذ يلهو بما معه وعيونه تقطر بالدمع، لكنه لم يعد. عاد جثامة رضي الله عنه وأرضاه إلى عمر، قال عمر: كيف تركت الرجل؟ قال: يلهو بما في يديه من متع. قال عمر: أخزاه الله، فضل الباقية الفانية على الباقية، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. رسالة إلى الذين يتركون أوطانهم وديارهم ودينهم تحت تغرير شياطين الإنس والجن، رسالة
بأن هذه المتع التي يترك الإنسان وطنه ودينه من أجلها ما هي إلا متع قليلة. أين جبلها الآن؟ وأين هرقل الآن؟ والله لو عاش الفتى في عمره 1000 من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل جميلة، متلذذا فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم طول حياته، يعني خلال 1000 سنة لا يعتريه السقم طول حياته أبدا ولا ترد الهموم بصدره، ما كان هذا كله في أن يفي فيها بأول ليلة في قبره. والله لو أعطي هذا الهارب متع الدنيا ما تعدل الأول ليلة يقضيها الإنسان في قبره، فضلا عما هو فيه من العنة والشقاء والهم والغم والغربة والنكد، لكنها إرادة الله تبارك وتعالى في خلقه. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.